بسم الله الرحمن الرحيم. متابعين الأعزاء، أهلا وسهلا بكم. نتحدث مع حضراتكم عن الشأن الليبي وعن الخيارات المتاحة لخليفة حفتر بعد الهزائم الكبيرة التي مني بها في غرب ليبيا. ماذا بقي أمامه؟ هل يعلن نفسه رئيسا؟ هل يعلن نفسه ملكا؟ هل ينفصل بشرق ليبيا؟ هذا ما سنتعرف عليه، فكونوا معنا بعد الفاصل. متابعينا الأعزاء، خليفة حفتر كما شاهدنا في الأيام والأسابيع الماضية تكبد خسائر فادحة في شرق ليبيا، تقريبا يكاد يخسر كل مواقعه في شرق ليبيا. خسر مجموعة مدن الساحل كلها امتدادا إلى الحدود التونسية. وجدنا قاعدة الوطية لا تزال محاصرة وتفقد قوتها يوما بعد يوم تحت الحصار، وأن هناك قصف دائم ومستمر من طرف الحكومة الشرعية في طرابلس. كما رأينا أيضا الزنتان وهي تنحاز للشرعية الليبية، وبذلك ينقطع خط إمداد رئيسي كان يغذي قاعدة الوطية بالمقاتلين والجنود. وكذلك ما شاهدناه من بني وليد الذين أيضا أعلنوا انحيازهم للشرعية، أو أنهم في طريقهم للانحياز للشرعية الليبية المتمثلة في الرئيس فايز السراج. يبقى إذن هيأتي هنا تساؤل مهم: ماذا تبقى لحفتر البالغ من السن 75 سنة؟ حفتر اللي هو كان يأمل ويحلم ويطمع، هو كأحلام يقظة، هو كرجل عنده جنون عظمة، كان يتمنى أن يكون هو رئيس ليبيا، كل ليبيا. لذلك كان يسارع الزمن ويرتكب الجرائم والمذابح التي وصفتها بعض الجهات الدولية المحايدة بأنه قد ارتكب جرائم حرب، ليس في حق الأحياء فقط بل في حق الأموات. رأينا خليفة حفتر يقوم بنبش قبور الموتى، يعني نبش قبور الموتى في أكثر من منطقة، في درنة، في بنغازي، في غيرها، وهو يمارس إجراءات تقشعر منها الأبدان هو ومن ناصروه. ونجد أن الدعم لم يكن يتوقف عن خليفة حفتر من الجهات الإقليمية والدولية، وعلى رأسها الإمارات، وعلى رأسها عبد الفتاح السيسي وغيرها من دول المنطقة، فضلا عن يعني محور الكيان الصهيوني في المنطقة. وكل ده كان بشأن محاولة امتصاص الثروات الليبية والهيمنة على النفط الليبي وجعل ليبيا تحت نفوذ هذه العصابة التي تريد أن تسرق ثروات الشعب الليبي. ولكن الشعب الليبي الواعي المدرك استطاع أن يفشل هذه المؤامرات الخسيسة والدنيئة التي أرادت أن تنال من ثورة الشعب الليبي، ثورة 17 فبراير، هذه الثورة العظيمة التي انتهت بالإطاحة بمعمر القذافي وبإنهاء فترة حكمه، والتي امتدت لفترة زمنية طويلة، حيث أنه كان يلقب بعميد الرؤساء العرب. ولكن يبقى هنا السؤال المهم: ماذا بقي لحفتر؟ ماذا بقي لجبهة حفتر أو حلفاء حفتر لكي يفعلوا في الشأن الليبي بعد أن فقدوا السيطرة على الغرب، بعد أن فقدوا الأمل في اقتحام واحتلال العاصمة مع متغير استراتيجي كبير، وهو التحالف أو الشراكة الأمنية بين حكومة طرابلس الشرعية المعترف بها دوليا والحكومة التركية، الحكومة التركية التي لم تدخر وسعا في أيام معدودات وفي شهور محدودة، استطاعت أن تجعل الكفة العسكرية تميل لصالح الحكومة الشرعية التي كادت أن تسقط عاصمتها تحت ضربات خليفة حفتر الذي كان يضرب حصارا على العاصمة ويقصفها من كل جانب. وبل كان مطار معيتيقة المطار الوحيد والنافذة التي كانت تنطلق منها الطائرات لكي تنقل سكان العاصمة طرابلس للعالم، كانت تحت القصف الحفتري طوال الفترة الماضية. وكنا نرى إطلالات المسماري
كل يوم والتاني ينبئنا عن انتصارات وتقدم كبير لقوات خليفة حفتر. لا شك أن خليفة حفتر لم يكن لينتصر بقوة عسكرية أو بتفوق عسكري منفرد، بل كان يستخدم المال السياسي، المال الذي يغري به بعض زعماء القبائل. لذلك كانت الإمارات تضخ مليارات، يعني ينفقونها كما فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. كانوا ينفقوا هذه الأموال الطائلة لكي يسطوا على ثورة الشعب الليبي ثم يسرقوا الثروة بعد ذلك، كما فعلوا في مصر بالانقلاب العسكري الذي جاء بعبد الفتاح السيسي، وكما يريد الآن السطو على الثورة السودانية من خلال ما يسمى بالحرية والتغيير ومحاولة الهيمنة على المشهد السوداني. وكما رأيناهم يلعبون بالأموال في ماليزيا، دفعوا 700 مليون دولار لرئيس الوزراء الأسبق نجيب في ماليزيا، وفعلوا ذلك أيضا في 2016 في دعم فتح الله جولان لمحاولة الانقلاب العسكري في تركيا والذي أفشله الشعب التركي. يبقى إذن الإمارات تحاول أن تكون واجهة يعني قوى الشر العالمية التي تريد أن تفترس المنطقة وتمزق المنطقة. وكان آخرها ويعني وليس يعني نهاية المطاف ما فعلوه في اليمن، حيث دعموا الميليشيات الانفصالية في الجنوب لكي تنفصل بعدن وببعض المدن اليمنية. ولكن يعني نرجو من الله أن يبطل سحرهم وأن تبطل هذه المؤامرات الإماراتية التي لا تنتهي. خليفة حفتر يعني الذي فقد الأمل في دخول طرابلس، يعني إحنا لو شفناه وهو بيتكلم عن التفويض وبيطلب التفويض من الشعب الليبي يعني أسوة بعبد الفتاح السيسي، نسمع بيقول إيه من هذا الفيديو: وأن تقرروا على الفور تفويض المؤسسة التي ترونها أهلا لقيادة المرحلة القادمة وإدارة شؤون البلاد وفق إعلان دستوري يصدر عنها يضمن عبور هذه المرحلة بسلام ويمهد لبناء الدولة المدنية. بعد ما سمعنا كلام خليفة حفتر وهو بيطلب التفويض وتعديلات دستورية علشان يريد أن يستنسخ نظام ملكي جبري يحكم به الشعب الليبي، الرجل الذي بلغ 75 سنة وكان يطمح أن يتوج أن يكون رئيسا لليبيا، ها هو الآن يعني تقريبا يقر ويعترف بالأمر الواقع وبالهزيمة، وأنه يريد يعني أن ينقذ ما يمكن إنقاذه هو ومن وراءه، فيريد الآن أن ينفصل بالشرق الليبي. ولكن على الشعب الليبي ألا يستهين، الشرق الليبي ليس جزءا هينا، بل هي مساحات شاسعة من طبرق مرورا ببنغازي إلى سرت إلى يعني هذه البقعة الجغرافية الهائلة والتي تطل على سواحل ضخمة على المتوسط، إضافة إلى الثروات النفطية وغيرها، لا شك أنها لا يستهان بها. أي نعم بها كتلة سكانية تصل لحوالي 2 مليون إنسان تكاد تكون مفرغة من السكان الآن، ولكن إن بقي خطر خليفة حفتر مستمر فيكون الخطر أيضا يهدد الشرعية ويهدد الشعب الليبي، ليس لقوة خليفة حفتر بل لمكر من وراء خليفة حفتر. لذلك نقول أن خليفة حفتر يفقد أوراقه، من وراء خليفة حفتر قد يلجؤون لحيل من باب وقف إطلاق النار لإنقاذ خليفة حفتر ولإنقاذ الوضع. خليفة حفتر هذا المتجبر المتعجرف اللي هو يعني أقرب الأقربين منه بيصف الحال الذي يفعله عبد الفتاح السيسي مع النواب المنتخبين في طبرق. شوفوا أحد النواب بيقول إيه عن خليفة حفتر: تعنيكم لك وسوف أتي لك بصراحة على كل شيء. تفضل. أصبحنا حينما نمشي إلى القائد العام نبقى بالخمس ساعات، أنا لم أبقى أبدا، أنا أذهب بعد ربع ساعة ونص ساعة، ولكن أريد أن أقول لماذا هذا الإدلال لعضو مجلس النواب خمس ساعات، أي الذي هو رئيسك في الحقيقة، هو رئيس لجنة الأمن القومي، رئيس، احنا رؤساء الجيش، نعم. احنا رؤساء حفتر وغير حفتر، نعم. نحن هو لجنة الدفاع والأمن القومي، نعم. فليس من العدل أن تطلب مني مثلا الهاتف. قالوا في التفسير أن هناك محاولات كثيرة حدثت، ولكن
أن تأتي إلى علي تكبالي الذي دافع عن الجيش منذ أن حتى قبل عملية مجلس النواب والكرامة، وتكلمت ضد المتأسلمين والإرهابيين منذ أن كنت في طرابلس وعانيت مع عنيث، ثم أأتي إليك وأنا صديقك وأعتبرك المثل الأعلى للجيش الذي يجب أن يحرر البلاد، ثم تقول لي تعالى وأعطيني الهاتف. أنا لم أعطي هاتفي أبدا. هي واقعة صايرة، واقعة مضبوطة بالضبط. وقيل أن السيد عقيل صالح طلب منه أن يعطي الهاتف أيضا فزعل. بعد ما استمعنا لهذا النائب الليبي اللي هو بيتكلم على عملية الإذلال الممنهجة من خليفة حفتر للنواب المنتخبين في طبرق، بحيث يبقيهم بالخمس ساعات انتظار عشان يدخلوا لسيادته ولسعادته، بيتكلم على أخذ الهواتف والموبايلات منهم وكأنهم عساكر داخلين عند قائد كبير. لا شك أن هذه مهزلة كبيرة، لا يمكن للشعب الليبي بقبائله بناسه أن يرضوا بأن يحكموا بخليفة حفتر، هذا المستهتر بأعراض النساء، هذا المستهتر بالأموات، هذا المستهتر بالقبائل، الذي يريد أن يقول ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. السماح لخليفة حفتر بالاستقرار والاستمرار وبالبقاء في صدارة المشهد في ليبيا هو خطر عظيم. ورأينا أيضا عقيل صالح وهو أيضا يعني يريد أن يمجد هذا الفرعون وهذا الطاغية خليفة حفتر، ويذكرنا بعلي عبد الفتاح بتاع السيسي في مصر. لا شك أنها مهزلة كبيرة تراد لليبيا، وتريد أن تتوج فشل خليفة حفتر بأن يصبح رئيسا حتى ولو على جزء من ليبيا أو على شرق ليبيا. يعني هذا هو السيناريو الذي تريد قوى الشر أن تفرضه على الشأن الليبي وعلى الشعب الليبي الواعي المضحي المحترم، أن يستمر في ثورته وأن يستمر في انطلاقته وفي عملية السلام حتى يفرض السلام على كل التراب الليبي، وحتى يقطع دابر هذا المجرم خليفة حفتر اللي هو ما أردش يقعد على مائدة المفاوضات في أوقات سابقة، قد يأتي إليها في أوقات لاحقة لمحاولة الالتفاف واستعادة الأنفاس والتقاطها. ينبغي على الشعب الليبي المحترم صاحب الثورة العظيمة أن يستمر حتى يطهر بلده من الفاسدين والمستبدين، وأن يكون هناك حكما رشيدا يعني تنعم به ليبيا، وأن يكون نموذجا يحتذى به. أتمنى أن تكون قد وضحت الفكرة ووصلت الرسالة، وأتمنى أن توافونا دائما بآرائكم وتعليقاتكم التي نستفيد منها ونعتز بها حتى يدوم التواصل بيننا. وإن كانت مادة هذا الفيديو قد أعجبتكم، أن تمرروها لغيركم، ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة ليصلكم كل جديد بإذن الله تعالى. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.